السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب، واليوم راح نبدأ بالارتش لينكس للمحترفين. امس قلت لكم انه راح اشوف موضوع الوايرلس، والحمد لله شفت لكم موضوع الوايرلس، لكن في نوع من كروت الشاشة ما راح يشتغل، كروت الوايرلس اللي هي برودكوم ما راح يشتغل باللايف سي دي، لكن لو عندك ريلتك مثل اللي عندي راح يشتغل، ولو عندك جهاز الفا برضو جهاز الفا راح نشغله اليوم. اللي بالنسبة له اللي عنده كيبل هذا حبيب قلبي، ما عندك اي مشكلة. اوكي زي ما انتم شايفين، خلينا نحاول اضبط الشاشه عشان تشوفونه صح. اوكي طبعا زي ما انتم شايفين الاقلاع عندي الحين من اليو اس بي، راح اقلع من اليو اس بي. تمام. طبعا الاقلاع من اليو اس بي راح يعطيك اللي هو بالشكل هذا اذا كان عن طريق اس بي، اما عن طريق السي دي راح يختلف، راح نشوفه بعد شوي. اوكي نقلع. اوكي اذا وصلت النقطه هذه هنا عندك لازم تحدد كرت الشبكة عندك، أو عفوا كرت الوايرلس عندك وش نوعه. خلونا نسوي زوم شوي على النص. تمام تقريبا الآن واضح عندكم، ما في مشاكل. خلينا نضبط. أوكي طبعا طريقة التحديد بسيطة جدا زي ما احنا تعرفنا قبل، عن طريق الـ SPCI. تمام، ولكن هالمرة راح تكتب مع الشيفت وفي أمر معين للخط هذا جريب نت، بالشكل هذا راح يجيب لك نتورك. مثل ما انتم شايفين نتورك عندي هنا. تمام ريل تك. تمام ريل تك ما عنده مشاكل شغال تمام، لكن المشكله برودكوم ما يشتغل باللايف سي دي، يشتغل بعد هذا، تحمل له تعريف معين. عموما الريل تك شغال، لو واحد منكم عنده برودكوم ما اشتغل يعطيني خبر. هذا الريل تك، لو كان عندك الالفا وصل الالفا، بعد توصيل الالفا تكتب ال اس يو اس بي، تضغط انتر. زي ما انتم شايفين الاشياء الموصله عندي، اول واحد منهم جهاز الالفا هذا هو، تمام اللي هو وايرلس ادابتر. في عندكم طبعا حاجة ثانية ما تهمنا، انا يهمنا هذا بس اللي هو ريلتك. حلوين. الان الموضوع بسيط جدا، ترى ابسط مما تتخيلون. راح تكتب اي بي، تمام بالشكل هذا، لكن قبل اي بي وقبل كل شيء لازم تتاكد من اسم الكارت عندك، فراح تكتب بالشكل هذا، بدل اف كونفج راح تكتب اي دبليو كونفج بالشكل ذا، اي دبليو كونفج انتر، راح يطلع لك اللي هي الكروت المتوفرة عندك. خلنا نسحب الزوم شوي. اوكي زي ما انتم شايفين الحين عندي اللي همن هذا وهذا الاثنين هذولا، هذا الكرت الداخلي اللي هو دبليو لان 0 وعندك دبليو لان 1، هذا الخارجي اليو اس بي وهذا الداخلي. لازم تعرف الرقم، هذا صفر هذا الداخلي، اذا كان عندك صفر خلاص الحمد لله، لكن في حال انه ما عندك راح توصل الخارجي راح يطلع عندك اسمه ولان صفر او قد يكون ولان 1. تمام الان حددنا وعرفنا نوعه واسم الكارت، الموضوع بسيط. خلنا نسوي كلير عشان نبدا من فوق. الحين راح نكتب بالشكل هذا اي بي لينك، بعدين كم عفوا بعد الاي بي لينك تكتب ست، ترى قاعد اناظر الكام وناظر ذا عشان بعدين تكتب ولان. طبعا هنا ولان اللي هي دبليو لان، هل هي واحد ولا صفر؟ واحد راح استخدم الخارجي، صفر راح استخدم الداخلي. تمام بعدين تكتب اب بالشكل هذا انتر. اوكي الحين ضبطنا على انه راح يكون الوان هو الرئيسي عندنا. بعد هذا الموضوع ابسط بكثير، راح تكتب واي فاي منيو بالشكل هذا، او بعدين تكتب الاسم حق كرت الشبكه اللي عندك اللي هو ولان زيرو. طبعا في حال انك تبي تشتغل على واحد تكتب واحد زيرو انتر. سكانينج فور نتوركس، الحين اعطينا نتوركس المتاحه عندي بالبيت، في عندي سيسكو وفي عندي عبد الله. سيسكو هذا اللي راح ادخله انا، اضغط انتر راح يجيك اللي لو كان في رقم سري راح تحط رقم سري، عند رقم سري بالشكل هذا 3 4 5 6 7 8 9 اي اي انتر. اوكي الحين ضبطنا، عشان تتاكد 100% تكتب دي اتش عفوا دي اتش سي بي سي دي انتر، بعد هذا تسوي بينج ناقص سي 3 جوجل دوت كوم. اذا بدا يعطيك اوامر زي هذه امورك طيبه واشتغل عندك الواي فاي وتقدر تكمل معي. حياكم الله. الحين هذا اقلاع من الاسطوانه، نختار اول خيار وناخذ واحد شاي على بال ما يفتح الكاس. هذا مقدس بالمناسبه، اتمنى انه ما ينكسر، ما اعرف ايش الاهميه له، لكن اعتقد انه بسبب انه طول يعني قديم عندي. له قصة الكأس هذا، على بال ما يفتح هذا أقول لكم قصته. القصة ما فيها أنه مرة اشتريت كرتون شاهي طلع لي هذا بوصل الكرتون، بس
خبركم الواحد يفرح اذا لقى شيء ببلاش وفرحت بالكاس. اوكي زي ما انتم شايفين الحين بدينا. اول شيء تسويه طبعا تاكد من القرص الصلب. راح تكتب سي اف ديسك ديف شباب. اوكي سي اف ديسك ديف اس دي اي انتر. هذا راح يفتح لك القرص الصلب. القرص الصلب عندي جاهز زي ما انتم شايفين ومسمى وكلش تمام، لكن لنفترض انك ما سويت القرص الصلب، راح امسح جميع الاقسام الحين واسوي اقسام جديده. رجاء اللي ما يدري وش موضوع التقسيم شوف الفيديو اللي تحت. تسوي قسم جديد ونخليه قسم اساسي ونخليه 1024 بحيث نوصل 1 جيجا. هذا راح اخليه سواب انتر بجنق. الان راح نسوي واحد ثاني تحته، هذا راح يكون برايمري. بعد راح نخلي هذا 5 جيجا تمام، ونضغط انتر وبجنق. هذا لازم يصير بوتابل، هذا راح نخلي للروت. فنضغط على بوتابل. الحين راح ننزل لاخر واحد هذا ونسوي نيو. هذا راح اخليه انا هوم. اوكي هذا ما يصير بوتابل. بعد ما تخلص تروح الخيار الاخير اللي هو رايت وتكتب يس. اوكي لما يطلع لك مكتوب انه روت زي ما انتم شايفين قدامكم هنا، تسوي رايت وتضغط على كويت. اوكي الحين راح نبدا بالموضوع اللي هو ضبط الاقسام، اللي هو اعطاء كل قسم نظام ملفات معين. اول واحد اللي هو اس دي اي 1 سويته سواب، راح اكتب ميك سواب بالشكل هذا تمام. ديف اس دي اي 1 هذا راح يكون سواب، راح نعطيه اسم علشان ما نضيع، فنعطيه اللي هو سواب فايل سيستم انتر. سوى لنا سواب. الان ايش راح نسوي؟ وش يقول ورنج اول سواب. اوكي ما عندك مشكله. راح نبدا الحين بشغله ثانيه اللي هو سواب راح نوصله. فنكتب سواب اون بالشكل هذا تمام، سواب اون، وبعدين تكتب ديف اس دي اي 1. تاكد انك وصلت قسم سواب انتر. الان سواب بدا يشتغل، مما يعني انه راح يكون شغال حاليا، يعني سواب مفعل. راح نسوي شغله ثانيه اللي هي ام كي اف اس اي اكس تي 4 بالشكل هذا، وبعدين تكتب ديف اس دي اي 2. هذا راح يسوي قسم او راح يسوي تهيئه القسم هذا ويخليه اسمه روت اف اس اللي هو روت فايل سيستم. اوكي بقى عندنا اخر قسم، هذا راح نسميه طبعا اللي هو اس دي اي 3، راح نسميه هوم اف اس. نضغط على انتر علشان نتاكد من التقسيم. انا اكتب سي اف ديسك ديف اس دي اي، نضغط انتر. زي ما انت شايف كل قسم سويناه وقدامه اسمه سواب اف اس روت اف اس هوم اف اس. اذا انت شفت هذا خلاص انت جاهز للشغل كويت. الان يجي الموضوع اللي هو توصيل القرص الصلب على النظام. طبعا احنا ما راح نوصل الروت بس، راح نوصل الروت والهوم. طبعا اي قسم توصله راح يتعرف عليها النظام، راح يقلع منه النظام. فراح نوصل اول واحد اللي هو ماونت ديف اس دي اي 2، هذا اللي حطيناه للروت. راح نوصله هنا ام ان تي، رجاء لا حد يغلط التوصيل هنا ام ان تي انتر. الان راح ادخل على اللي هو ام ان تي هذا. لو سوينا ال اس اي راح تشوفون ما في شيء لانه تونا سوينا تهيئه، لذلك راح نسوي الحين توصيل مره ثانيه. وقبل ما نوصل راح نسوي مجلد نسميه ام مايك داير هيك داير بالشكل هذا. المجلد اسمه هوم. لو سوينا ال اس راح تشوفون مجلد اسمه هوم طلع. اوكي ايش الفائده منه؟ راح نوصل عليه قسم الخاص بالهوم اللي هو اس دي اي 3. وين راح نوصل؟ راح نوصل على ام ان تي هوم. اوكي الان الاقراص الصلبه كلها موصله وكلها تعمل بدون مشاكل. جينا لنقطه بسيطه الحين، نقطه تثبيت النظام. تثبيت النظام موضوع يعني بسيط جدا. اللي عليك تسويه تكتب باك ستراب اوكي بالشكل هذا باك ستراب. تاكد من سبيلنج. وبعدين ام ان تي. ليش حطينا ام ان تي؟ لان هنا راح نثبت النظام ام ان تي. بعدين وش نسوي؟ وش اللي راح نثبته؟ راح نثبت البيس وبيس ديفل. نضغط انتر. اوكي زي ما انتم شايفين الحين يسوي تحديث وراح يبدا بتثبيت الحزم الاساسيه للنظام. اوكي لاحظوا انه بدا يثبت اللي هن 151 ميجا زي ما انتم شايفين هنا. راح ننتظر لحد ما يخلص تحميل ال 151 ميجا ونرجع. زي ما انتم شايفين خلص التثبيت. قبل ما اني اتكلم عن اشياء اعطيكم تحذير بسيط. في بزرين يلعبون برا، بزرين بمعنى اطفال وصغار تمام، واصواتهم راح تجي هنا، لذلك تاقلموا مثل ما تاقلمت انا. اوكي خليكم عادي كذا وكول. الان راح نثبت جراب، لكن قبل ما ادخل على جراب، ايش جراب هذا تمام؟ جراب هو محمل الاقلاع. وش محمل الاقلاع؟ لما تحمل اي توزيعه مو بيجيك خيارات اختر نظام تشغيل هذا او هذا او هذا. هذا هو الجرب، هذا بدونه ما يشتغل النظام. لذلك انتبهوا خلونا نثبت الجرب الحين. والجرب ترى يحتاج شوية تركيز، بس شوية تركيز تمام وراح يشتغل معك ولا في اي صعوبة من ناحية التثبيت. راح تكتب arch
نروح ذا arch بالشكل هذا، عفوا arch change root بالشكل ذا، خلنا نكتب لكم اياه change root، وبعدين راح تكتب mnt اللي هو change root داخل mnt، احنا راح نغير مكان الروت، وبعدين راح تكتب backman s grub bios enter. زي ما انتم شايفين راح يثبت اللي هو grub bios الحين، اضغط yes. اوكي بعد ما خلصنا من تثبيت اللي هو البتاع، بعد ما خلصنا الجرب الحين راح ندخل ونسوي اعدادات الجرب. راح تكتب arch change root بالشكل هذا، وبعدين ايش راح تسوي؟ راح تكتب mnt enter. طبعا بعد الدخول على بيئة اللي هو الروت راح نجرب نتأكد احنا وين. لو كتبت ls راح تشوف المجلدات، اذا شفت bin div home الشغلات هذه تأكد انك تمام. الان راح تتحمل اللي هو الجرب، راح تكتب جرب انستول، انستول وين انستول، راح تكتب ناقص ناقص بوت دايركتوري توري بالشكل هذا يساوي طبعا لانك داخل البوت فراح تكتب بوت بس، تمام. بعدين انتر، وبعدين ايش راح تسوي؟ راح تكتب يا طويل العمر ديف اس تي اي وتضغط انتر. اذا قال لك نو ايرور ريبورتد زي ما انت شايف معناتها امورك طيبه. الان ايش راح تسوي؟ راح تكتب grub m config بالشكل هذا، وبعدين راح تحط ناقص o boot grub grub.cfg انتر. اذا شفت قال لك found linux image والشغلات هذه معناتها امورك تمام. الان ايش سوينا؟ حملنا الجرب، خلصنا من تحميل الجرب، والجرب انتهى من تثبيته. طيب خلصنا من تثبيت الجرب، الان في وصلنا لنقطة تخصيص النظام. في تخصيصات معينة راح نسوي داخل النظام. اول شغلة لازم تسوي اللي هو جين افق جين، تطلع من الروت تكتب اكزيت. جينا الحين الموضوع اللي هو جين اف ستاب، طبعا راح تطلع من اللي تشينج روت عن طريق تكتب اكسيت تطلع من التشينج روت. الان راح ندخل على اللي هو جين اف ستاب، راح تكتب جين اف اس تاب بالشكل هذا، بعدين ايش راح تسوي؟ راح تكتب اقص بي بالشكل هذا، بعدين تكتب ام ان تي طط طط بالشكل ذا. اوكي بعدين ام ان تي اي تي سي اف اس تاب بالشكل ذا انتر. تأكد ان الامور طيبة، اكتب cat mnt etc fstab انتر. اوكي مثل ما انتم شايفين الامور تمام، سواب تم توصيله، الهوم تم توصيله، الروت تم توصيله. باقي نقطة بسيطة جدا اللي هي اننا نضبط الوقت. خلنا ندخل داخل النظام. طبعا الجين fstab هذا راح يحدد للنظام مكان الاقراص وين تكون مكانه، فاحنا حددنا الروت وحددنا الهوم وحددنا كل شيء. طيب ندخل الحين من داخل النظام مره ثانيه، arch change root mnt. اوكي الان موضوع بسيط، ln s وبعدين طبعا هذا ln الوقت user share zone info بالشكل هذا ايجا. طبعا لان انا بالرياض فراح اختار، او عفوا توقيت الرياض، فراح اختار الرياض من هنا زي ما انتم شايفين رياض. وين راح نكتب etc local time بالشكل هذا، احنا ضبطنا الوقت. الان لو سوينا cat etc local time زي ما انتم شايفين هذه هي التوقيت عندي. طبعا على اساس اني فهمت شيء، انا ما ادري شو الموضوع هنا، بس عموما امورنا طيبه. خلاص طلعنا راح نسوي ريبوت. راح ادخل من القرص الصلب هالمره، يعني طلع السي دي ويلكم تو جروب. زي ما انتم شايفين امورنا طيبه. الحين عندنا الارتش وعندنا الفول باك، راح ندخل على اول خيار. اوكي راح نكتب روت، روت طبعا اساسا موجود انتر، لانه ما في باسورد دخل. الحين راح نسوي باسورد الروت، راح تكتب باسورد بالشكل هذا روت، دخل روت الباسورد من عندك. اوكي خلصنا من الان تثبيت النظام، وارتش تشتغل الحين ولا عندك اي مشاكل ومقلعين من الهارد ديسك.
في شغلة معينة بعد ما أنك تقلع، إذا عندك لوكيل معين اللي هو ترميز معين حاب أنك تضبطه، راح تكتب نانو ATC لوكيل بالشكل هذا لوكيل دوت جين انتر. راح تجي هنا وتفعل اللي هنا اللوكيل اللي أنت حاب تشغله. أنا حاب راح أشغل اللوكيل العربي طبعا اللي هو أقصد فيه الترميز RA، هذا هو AR طبعا. راح أشغل اللي هو UTF 8، وأيضا راح أشغل الإنجليزي EN A B C D E N، هذا E N وين راحت U S عاد شايف U S علما H Y J K L M N O P Q R، هذا هو U S. أوكي فعلنا اللي هو هذا وهذا، راح نضغط على Control X بعدين Y بعدين Enter بالشكل هذا احنا حفظناه. راح تكتب لوكيل جن بالشكل هذا انتر. اوكي الامور تمام، كلش عندك تمام، باقي شغله واحده انك تضيف مستخدم لك. طبعا اضافه المستخدم من الاشياء البسيطه جدا واللي انا احب اسويها دائما اللي هي اد يوزر انتر. راح يقول لك وش اسم المستخدم، راح تكتب اسم المستخدم حقك، انا بكتب عبد المجيب انتر. راح يقول لك اليوزر اي دي خلوه على ما هو عليه، راح يقول لك انيشال جروبس خلوهن على ما هن عليهن، اديشنال جروبس خلوه، هوم دايركتوري امورك طيبه، الشل تمام، الاكسبايري ديت خلوه انتر. ما هذول ما تحتاج معلومات اضافيه انتر انتر انتر. راح يقول لك ادخل الباسورد، طبعا اللي ما دخل الباسورد اوكي الامور طيبه. طيب الان في حاجات ضروريه نسويها لما تضيف المستخدم، لازم تضيف المجموعات معينه، اهم المجموعات اللي هن الصوت والفيديو. عن نفسي لازم اضيف نفسي بالمجموعات ذي عشان اقدر اتحكم بالصوت وتحكم بأجهزة الفيديو. لذلك حاليا راح نكتب جي باسورد بالشكل هذا اي عبد المجيب، راح نضيفه الى اوديو هلو انتر. احنا اضفنا عبد المجيب الى اوديو، راح نضيفه مره ثانيه الى فيديو هلو، احنا صاعد مجيب مضاف للاوديو والفيديو. لو حاب تضيف نفسك المجموعات الثانيه، في عندك ملف لو دخلت على ATC جروبز هذا تمام انتر، هذه المجموعات اللي عندك، فممكن تضيف نفسك زي ما انت شايف هنا ديمن سيستم ويل اشياء كثيره تمام. فزي ما شايف في اشياء كثيره هنا. طبعا في شغله مهمه جدا اللي هي نتاكد ان حملنا السودو، لذلك الان راح نضبط المخازن. اول شيء راح تكتب باكمان اس واي واي انتر تمام، زي ما انت شايف راح يعطيك الخطا هذا بلا شك. ليش؟ لان المخازن عندك اساسا ما تم تفعيله وقد يكون غير متصل بالانترنت جهازك. تاكد من اتصالك بالانترنت اولا، تكتب دي اتش بي سي دي، لا لحظه هذا هو دي اتش سي بي سي دي انتر. اوكي راح تنطر لحد ما يخلص هذا. طبعا لو كنت واي فاي راح تسوي نفس طريقه الواي فاي اللي قبل شوي، وبعدين راح تكتب الان باكمان اس واي واي انتر. الطريقه هذه كفايه عفوا. الان راح نثبت اللي هو باكمان اس سودو تمام. سودو غير موجود ثبتناه اوكي. بعد تثبيت السودو راح نضيف المستخدم حقك ضمن قائمه السودو، لذلك راح تكتب جي باسورد بالشكل هذا اد عبد المجيب ويل بالشكل هذا. انت تضغط على المجيب الاويل، لكن الطريقة هذه انا ما احبها، انا احب استخدم السودو بدون باسورد، احب اني استغل شغلات كثيرة بدون ما انه يطلب من الباسورد. لذلك راح ادخل على نانو اي تي سي سودرز بالشكل هذا انتر، راح ننزل لين تحصل كلمة روت. وين الروت؟ هذا هو. راح تكتب تحته اسم المستخدم حقك عبدول مجيب، تكتب نفس هذا بالضبط اول يساوي اول اول، لكن خلك حذر ترى اي واحد يحصل على معلوماتك كانه حصل على الروت بالشكل هذا. راح نضغط كنترول اكس واي يس. الان راح نكتب اكزيت، ندخل من اسم المستخدم الجديد اوكي. نجرب نكتب سودو باكمان اس واي واي طبعا زي ما انتم شايفين طلب الباسورد لاني ما فعلت الويل الى الان. خلونا نفعل الويل اولا، وقف ذا، خلونا نفعل الويل سودو نانو اي تي سي سودرز بالشكل هذا. راح ننزل لين نحصل كلمة ويل هذه اللي هي ويل نو باسورد حلو. تمسح اكس كنترول اكس واي انتر. الان راح نطلع من المستخدم وندخل مرة ثانية نشوف صلاحياتنا وصارت
سودو باتمان اس واي واي خلاص خلص درس اليوم معك سودو ومعك كل شيء. الدرس الجاي راح ادخل على تثبيت الواجهات وتعريف كروت الشاشه. مع السلامه يا حلوين، لا تنسونا من دعائكم ولا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وشير وكل شيء، ترى يتعب عشان صار فيديو. مع السلامه.